التصنيف العالمي هو توجه حديث لمؤسسات التعليم العالي حول العالم يهدف إلى تحسين مستوى البيئة الأكاديمية بجوانبها المختلفة التعليمية والبحثية والرقمية والخدمات المجتمعية. يمكن باختصار أن أعرف التصنيف العالمي للسادة المشاهدين بأنه ترتيب تسلسلي لمجموعة من جامعات العالم بناء على معايير ومؤشرات الأداء في جوانب معينة تحددها جهات التصنيف، كجانب البحث والنشر العلمي أو الجانب الأكاديمي، جودة التعليم، الجانب التقني أو التعاون الدولي، نسبة الطلاب لأعضاء التدريس إلى آخر المجالات التي تقوم عليها الجامعات. طبعا هذه التصنيفات تقوم عليها مؤسسات مستقلة أو مراكز أبحاث أو مجلات علمية أو حتى مواقع إنترنت، ولكنها لديها صفة الاستقلالية، تعمل على تزويد الجامعات بتقرير شامل عن الأداء الكلي لكل جامعة وترتيبها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. أصبح حقيقة التصنيف الدولي جزء رئيسي من المشهد التعليمي العالمي، والذي يلعب دور كبير في تشكيل آراء الطلاب وأصحاب العمل وصناع القرار وأفراد المجتمع كذلك حول جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومستوى سمعتها وكذلك كفاءة إنتاجيتها. بل إن التصنيف الدولي يساهم في إعادة النظر في أداء الجامعات ودرجة تحقيقها لأهدافها وتقييم مدى تناغم نتائجها مع نظائرها من الجامعات المحلية والعالمية، كل ذلك من أجل تحسين مستوى الجودة والقدرة على التنافسية إقليميا وعالميا. طيب، هذه التصنيفات العالمية لها أهمية تنبع من كونها تعمل على مقارنة مستوى أداء الجامعة مع نظائرها محليا ودوليا، تؤثر كذلك على موضوع عملية اتخاذ القرارات المؤسسية كشراكات دولية، تطوير البيانات، جودة العمل، تساعد كذلك الطلاب الذين هم مكون أساسي في كل جامعة على اختيار المؤسسة التعليمية المناسبة للتوجهات المستقبلية، تعمل كذلك على تحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعات، تعمل كذلك على زيادة سمعة خريجي الجامعات لدى جهات التوظيف وسوق العمل، تعمل على جذب الباحثين أعضاء هيئة التدريس المتميزين للجامعات المرموقة، إضافة إلى أنها تشكل الرأي العام حول جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي.